سيركيليشن دورة دموية. And resuscitation الإنعاش إعادة الإنسان إلى حالته السوية فهو هذا الإنعاش. الإنعاش التعبير يعني بالعربي مو كلش دقيق. resuscitation نتيجة إجراءات الرجعة إلى حالته السوية. خلقك الله عندك عدلك رجع مثل ما شفت مثل ما خلق الله هذا resuscitation. شوك اوكي سيركلتري شوك هو حسب تعريف ما تحكينا انه inadequate غير كافي يعني قاصر عاجز مو inadequate يعني يصير فعل لكن الادجكتيف هو inadequate delicate وراكم باللانجوج يعني هذا مسؤوليتي مرات اعذروني مو اتفلسف عليكم لكن هذا ضروره inadequate perfusion يعني تعرفوا شو perfusion Your heart and your life is here. It's in the capillary. لأن كل الأجهزة وكل الأورغانز بالبدي بهرمونات وبالزايمات وبالهارت مالته وبالبرين مالته وبالنيرفوس سيستم مالته وبالبلس سبلاي مالته وبالفلو بالارتريز وبالفينز وبالمسلز وبالكلها حتى توصل البلد إلى هذا الكابيلاري هنا تسكب العبرات هنا عند النيوترينز طبعا ما يدخل البلد إلا من النيوترينز ما يدخل البلد إلا شنو إلا اللاست ديفيشن يعني مثلا ناخذ سكرايز يقسمه الى اكثر جلوكوز الجلوكوز هو بلاد يسموه بلاد شوجر بلاد شوجر ريلاكس او سكر الدم ما يدخل للبلاد الا جلوكوز كل شيء يتحول الى جلوكوز ليش؟ حتى يصل الى الكابيلاري از جلوكوز اوكي؟ الاكسجين يجي هنا صوديوم بوتاسيوم والفضلات مال الميتابوليزم ورا ما السيلز اللي دايم بدايه هذا الكابيلاري تاخذ حصتها وتبدا تشتغل الميتابوليزم راح تتولد ميتابولايتس مواد ضاره لازم شنو وي هاف تو جيت ريد اوف ذم فاذا من يسحب الفينوس سايد من هنا الارتيريال سايد من هنا الارتيريال سايد يدفع الضغط يختلف عند هنا اللي يحكم هذا البرفيوجن اللي يحكمها شغلتين مهمات الهيدروستاتيك بريشر الضغط الدموي اللي وصل الى هنا اللي يوصل الى 35 بالارتيريوم سايد ارتيريوم لاك عند بري كابيلاري ارتيريول شو ريال صغيروني هذا ارتيريول هذا بري كابيلاري هذا كابيلاري بري كابيلاري الضغط مالته بالهيدروستاتيك بريشر هو من 25 الى 30 مليمتر اوف ميركوري يصل هنا الى 0 to 8 هذا بالدفاتر يلا يلا بعدين يلا تنطقت بالبنون كابيلاري بعدين بوست كابيلاري نص هذا الضغط العالي هيدروستاتيك بريشر يصير بريشر جريدينت فارق الضغط فالضغط داخل الارتيريال سايد كلش عالي يقوم يدفع شنو نيوترينز تو ذا تيشو بين ما يدفعوا هذه والحكم الثاني هذا اول واحد هذا الهيدروستاتيك بريشر جريدينت فرق الجهد الضغط الدموي بين الانسجه وبين الكابيلاري الحكم الثاني البلد اللي دخل في بروتينات وهذه فعندنا الاسبوتيك بريشر ضغط التنافذي ضغط التنافذي ايضا البروتينات اكو هاي داخل خارج الكابيلاري فالجريدينت الموجود بالاسبوتيك بريشر هم يحكم وسبحان الله في موازنة رهيبة والسماء أرفعها ووضع الميزان في كل شيء
هذا يدفع بعدين يصب الجهه الثانيه يسحب والزايد من الفلويد للفاتكس تسحبها وهذا وظيفه الفاتكس. لذلك تعرفون في الابتدائيه او في المتوسط اتذكر تعريف الليمف هو السائل المترشح من عبر الاوعيه الدمويه مو هذا السائل المترشح من عبر الاوعيه هو السائل المترشح من خلال الاوعيه الدمويه الشعريه هاي الشعريه مو شعريه مال اكيد شعريه دمويه شنو؟ بس اسمع اسمع فهذا الفارق بين الاوسموتيك بريشر جريدينت بين التيشو اند الكابيلاري والهايدروستاتيك بريشر راح يولد التنافس جدك واو This is a perfusion. The nutrients and oxygen, and the oxygen carbon, carbon dioxide, وهكذا. فإذا هنا الشوك. هذا perfect function. Okay. Any derangement or dysfunction in this capillary, والشوك يضرب هذه المنطقة ولازم نفكر التصليح هنا. مو بالبرين وبالهارت والهارت يسبب. لكن الحقيقة الشوك is here. Okay, lack of inadequate perfusion of fluid and oxygen to the genotus through the capillary. في البيت كنت تعرف الشوك كلمة perfusion والcapillary ما عرف الشوك. It's a clinical hypotension. Hypotension هو the latest stage of shock. Part of the shock. شنو hypostatic pressure؟ ما له علاقة بالشوك. أكو شوك عندنا septic shock يصير hypertension. بالعكس الضغط فاتو مزيد لكن عنده شوك كابيلاري ما يشتغل واضح حكي لحد الان شوك is not the same as no pressure ليس ما يساوي انخفاض الضغط a falling blood pressure is the حكيته ما ادري بكتبه is the late sign of shock اخر شيء Definition. Definition. There. Moody. Definition. Definition. Medicine. Medicine. Definition. هاي دي قاتلة كلها. Okay. Large. طويل. اللارج يطول. ويطول خلقه. Material. Material. Okay. Enlarge. Enter. مو انتر. انتر يعني انترنت. I. نجي. Failure of oxygen delivery and substrates, substrate body اللي تضح من غير الأكسجين غير الغازز. Failure of oxygen delivery and substrate to meet the metabolic demands of the tissue bed. هذا اللي شفناها ويسموه tissue bed. Okay. عندنا شنو؟ The supply is less than the demand. عرض وطلب. يعني ما يقدم البادي اقل من الحاله سواء الاكسجين او النيوتريت بس اهم شيء هنا الاكسجين فاذا السبلاي از ليس ذان ذا ديماند والاكسجين ديليفري يعني از ليس ذان ذا اكسجين كونسبشن يعني استهلاك الاكسجين اكثر من التقديم اللي يقدم البادي الاكسجين ذاك راح يصير هايبوكسيا هاي معنى السبلاي والديماند فالاكسجين ديليفري تو ذا تيشيو is less than the tissue consumption of the tissue of the oxygen and the nutrients. High theme. The DO2 less than the VO2. Now, I just don't know not to win with. Why is that happening? Hopefully. DO2, yeah, delivery of oxygen, is less than the volume needed of oxygen by the tissue. We want for volume and oxygen for هو هاي اتصالات مو انا قالوا انما هي عالميه يعني الدي او 2 از ليس ذان يعني دليفري او الديماند از ليس ذان شنو؟ از ذان كونسبشن فاذا الدي او 2 از ليس ذان الدي او 2 النقطه شنو وين؟ فيليا مو بس السبلاي از ان ادكويت وانما الميتابوليك
ماتيريالز اللي تتجمع بالكابيلاري حتى تتنظف ونخلص من عندها. هسه احنا الريسبريشن شنو هو الريسبريشن؟ انسبريشن شهيق داخل اكسجين زفير حتى تطلع ثاني اكسيد الكربون تمام ولا لا؟ الوحده اول مره صفار الثانيه ريجكشن. فاذا فيلير تو ريموف ميتابوليك اند برودكتس النتائج العرضيه مع الميتابوليك اللي بدها تقارن توكسيك ولازم تو جيت ريد اوف الكدني توخر الميتابوليك ميتابولايت اللي هي ما محتاجها عن طريق اليورين الخروج يطلع سبحان الله كل سيستم يطلع الزهيد على صفحه حتى خشمنا بيطلع الاشياء الخلط يطلع اللي برا اوكي القحط طلع الاشياء اللي برا وهكذا هذا الميتابوليك باي برودكتس نتخلص بعدها عن طريق الكابيلاري والشوك ما يسوي فيها يمنعها فراح من جهه نفقد السبلاي الديماند والاكسجين والنيوترينت ومن جهه راح تتجمع عندنا التوكسيك ماتيريالز اللي هي الباي برودكتس شنو؟ اوف الميتابوليك. فاذا فيلير to remove metabolic end products result is the result of inadequate blood flow to supply that يعني or inadequate DO2 delivery of oxygen to the tissue. We are still in the definition of the SVR vascular resistance or some total body resistance what's the matter? SVR resistance to the blood flow شنو أسباب resistance هذا بعدين فإذا refers to the resistance to the blood supply or to the blood flow offered by all the systemic vasculature لكل المحلق ماكو مكان ما سبحان الله ماكو خلية لو تهال رأس التنبوس تشوف ذاك المكان يطلع دم الله أكبر الله أكبر شوية حركوا دمكم وذكروا الله ما باقي آخر من الكابتن قد عايزي عظم اللوسة والله كسي ينام بسم الله ويقعد بسم الله وياكل بسم الله واكله وشربه كله من الله ويكبر الله. الله الله وما بكم من نعمة فمن الله اخشى يا زين اعذروني انا ما اقدر يعني اشرب على هاي ترى مو متدين ولكن والله تاثر كل شيء تاثر الخلق العظيم هذا اكسكلودينج ذا بلمنري فاسكوليتشر كل البلد بس مسؤوله بشوك الا البلمنري يعني من الرايت سايد اوف ذا هارت تو ذا لانج هذا ما له علاقه بالشوك هذا عالم اخر سيستم اخر اوكي فما له علاقه بالبلمنري سيستم بالسيركيولاتري جنرال سيستم اوكي يعني سيستميك سيركيوليشن او فاسكيوليشن This is sometimes referred to total peripheral resistance which is ايضا we are still in the area of the definition DO2 oxygen delivery is the volume هاي تعريفه طبعا في رباكم هاي يجيكم تعريف هذا رقم على يدي لا عندكم راح تجيب محاضره بس شنو الدي او 2 تعريفه؟ تعريفه is the volume of oxygen delivered to the systemic vasculature بيت per minute ايش قد حجم الدم اللي يوصل للانسجه بالدقيقه الواحده per minute اوكي؟ and it is يعني هذا هسه تعريف خلاص قلنا قبل الان هذا التعريف It's the volume of oxygen delivered to the systemic vasculature per minute. خلاص شنو هو من نعرف الدي او 2 شلون طلعها؟ It's the product الناتج من المعادلات اللي تكون 5 في 5 ناتج البرودكت is 25 مو 5 times 5 5 في 5 البرودكت معناته شنو 25 اوكي؟ فالبرودكت it's the product يعني ناتج بالرياضيات is product of cardiac output CO cardiac output القلب ايش قد يضخ الدم من القلب السيستري اللي يطلع من البلد This is cardiac output output okay but it is the product of cardiac output and the arterial oxygen concentration ايش قد هذا الدم اللي ضخ الهارت بي اوكسجين تركيزه بالارتري مو بالفين بالارتري ايش قد اوكسجين من اللي ضخ القلب بالكاردك اوتبوت اذا يضرب بالكاردك اوتبوت يطلع بي او 2
طبعا هذا تعدي اوتودير حجم الدم زاد ايش قد في اوكسجين بالكونسنتريشن طلع حجم الاكسجين اللي ديليفرد الدي او 2. فاذا الدي او 2 از دي كارديك اوتبوت تايمز ذا ارتيريال اوكسجين كونسنتريشن اذا كاردياك سوري كونسنتريشن اوف ارتيريال هاي سي اي ارتيريال كونسنتريشن اوف اوكسجين يعني الان شويه بالرياضه بصراحه لغرض الرياضيات سووه بشكل C for concentration وال A for artery okay وال oxygen for oxygen okay فإذا concentration of arterial oxygen يعني CaO2 times هذا لا العفو عن concentration مختصرها DO2 يساوي CO cardiac output times the arterial concentration of oxygen هاي كل شيء مهم معنا الاكسجين هذا اول وحده الدي او 2 الاكسجين ابتيك انت من ضخيت الدي او 2 للتيشو ايش قد ياخذ التيشو من الاكسجين هذا يسمونه الاكسجين ابتيك او يعني في اكسجين ابتيك اتس ذا اماونت اوف اكسجين ذات ديفيوزز فروم ذا كابيلاري تطلع المن تو ذا مايكروكوندريا ليش حد يدور الميتوكوندريا ايش قد والكابيلاري عمو الكابيلاري شنو هو الكابيلاري كما تذكرون هذا الشيء الكابيلاري هو الجلوميرولس بالكدني الجلوميرولس بالكدني يصير وظيفه فلتريشن يشتغل على طريقه فلتريشن لذلك الشوك سمعتم شنو الاوليجوريا واليوريا اللي يفقد الادراك الكابيلاري جاي الكابيلاري هو الكدني باللانك الادفيانس change of gases فإذا صار شوك ماكو change of gases لذلك يختم يقول لك نعطيك أكسجين لذلك واحدة من أهم علاجات الشوك and you have to give oxygen وبعد you have to elevate the blood pressure حتى شنو حتى الكدني يشتغل الكابيلاري قصدي من يقول كابيلاري ما تأخذون بس الصورة اللي عرضتكم إياها كابيلاري الجلوميرولس الفيولس كل مكان يشتغل وين اليونت اوف ذات فانكشن هو الكابيلاري اوكي فاذا احنا من نقول الابتيك يعني الكابيلاري بالجلوميرولس ايش ياخذ؟ الالفيولس ايش تاخذ؟ من الاكسجين والميتوكوندريا ليش الميتوكوندريا بالضبط اخذوها لتحديد الابتيك اوف اكسجين؟ لانه احنا ليش نحتاج الاكسجين بابا؟ افكر ليش نتنفس الاكسجين؟ ليش نموت بلا اكسجين؟ الله اكبر ليش نموت بلا اكسجين؟ لان الميتوكوندريا هي معمل الطاقه والمعمل الطاقه يحتاج اكسجين والاكسجين بالحمام هاي مال عروس وحمام وحمقين فالاكسجين يدخل الميتوكوندريا الاوكسيداتيف ريأكشن يحول الـ ADP الى ATP والـ ATP هو البنزين مال بلدنا يعني احنا without energy no life energy without energy energy is the life يعني انت بدون energy بدون طاقة no life اكسجين ماكو ماكو energy جلوكوز ماكو ماكو energy فنحتاج الفيول اللي هو الجلوكوز ونحتاج الحارة في يسمونه البلاكات مال السيارة الحارة هو الأكسجين فإذا الأكسجين ضروري للحياة والجلوكوز ضروري للحياة اثنين اللي يفتقن يودلنا الإنرجي والإنرجي هي كل شيء ناكل بالإنرجي وننام بالإنرجي ونحكي بالإنرجي ونشخبط بالإنرجي وننجح بالإنرجي ونرسم بالإنرجي أوكي ونأجل امتحانات بالإنرجي ونمتحن الممثلين بالإنرجي ونتعارك بالإنرجي اوكي فهذا ليش اتحدد الميتوكوندريا ليتس ذا سايت اوف انرجي انرجي فاكتور او فاكتور اوكي انا زاد ديفينيشن في او 2 شنو في او 2 از ذا ميجرمنت اوف ذا ماكسيمم اقصى اماونت اوف اوكسجين ذات ذا انديفيدوال كان يوتيلايز يقدر يستفيد اقصى طاقه من الاكسجين يقدر يستفيد منها الانديفيدوال شو وقت مو عادي وهو قاعد during intense or maximum exercise يقيسوها انه واحد يعرضوه الى الاجهزه خاصه يعرضوه الى اجهاد عالي اجهاد 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 يشوفون عاد الجهاز يقرا هو راسه ايش قد سالك this is the VO2 اوكي فتعريفه لازم تقول انه شو اسمه maximum او شنو او intense exercise it is measured by milliliter طبعا milliliter sorry milliliter of oxygen used in one minute
per kilogram of the body, يعني of the body weight. لذلك milliliter of oxygen per kilogram of the body called maximum oxygen or optimum oxygen. Why is why? كل شيء why. بس أهم هي أنه نقول maximum oxygen. أو يسموها the consumption or maximum oxygen uptake أو maximum VO2. هاي كلها نفس الترم. فإذا عرفنا ذني راح نعرف أسرار الشوك. بدون ذني ما نفهم الشوك. وياي من سيدنا واي واي سيد شو هاي ينزل الله قطعي اسم الله عليك اسم الله عليك والله تعبت روحك ينزل الله طبعا الشوك هذا حاجه كشينا ليش الدي او 2 والبي او 2 واسباب الدي او 2 والبي او 2 والكابيلاري بيرفيوجن هذا الشوك اسبابه هواي راح داخله هاي كل شو هاي كل شو مات النقاط كل الطرق تؤدي الى روما كمان باثوي يعني هذا حكينا دي او 2 از ليس ذان دي او 2 سو اشياء الخرعة الكبيره سفير خير يصير عنده سكر جاي شوف ناجح خربطه وقع من الفرحه ما بتخربوك وقع انه الخرعة هذا هاي واحدة من الطرق تسوي لنا شنو؟ تسوي لنا الفيوجن يروح شوف الواقع يخربط ويجي يشوك واذا استمر يموت هاي اول نقطة فكم الباث واي انه النهاية انه هذا اللي حكيناه هسه الدي او 2 والبي او 2 نفس واحد اقل من شو اسمه يسبب اشياء هواي فكم الباث واي لذلك احنا حكينا على هذا الموضوع لان هو هذا يسوي الشوك لكن هو اللي يسويه منه واحدة من عندها سايكوجينيك او نيوروجينيك واحد على وجع كلش قوي يشوك فوليوم يتقدم هواي او شنو هواي يشوك وهي سبتك شوك التهاب شديد يشوك راشد قوي يشوك مو حب قوي يشوك والله الحلاج شوك من حب الله سبحانه وتعالى اوكي يلا انا كله هاي اول نقطة عرفنا انه الشوك هو هذا حكينا دي او 2 والفي او 2 وهو اسمه كمان باث واي وتؤدي الى نتيجة هواي اشياء وذكرناها ريفرسبل الشوك يعني از ريفرسبل اف بريكن ريفرسبل يعني ممكن نصلحها از ريكوجنايز ايرلي إذا نقدر نحسن الأمور بين الشوا نقدر نصلحها، العوفة طويلة يصنع بعدين يكبر سيدي يروح بعد بعدين. إرفيرسبل أهم نقطة في الشوك تعرف أنه إتس إرفيرسبل إف ريكوجنايزد إيرلي إذا تعرفنا عنه وعرفنا وحسينا به يعني. إيرلي إرفيرسبل أورجن دامج حسينا irreversible organ damage at the late of the يعني of shock يعني سبب progressive acidosis eventually cell death إذا أخر راح الأسيدوسس كلش عالي والأسيدوسس تقتل الخلايا خلايا 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 مال البرين خلايا مال كل هاي بعد هاي سعدرين الفيلير هارت فيلير ليفر فيلير برين فيلير كل شيء فيلير أوكي بعد ما يصلح شو نبغى شو تسوي فإذا هذا إذا كان كلش neglected و unrecognized بعدين اذا early recognition يعني تلفها بسرعه early recognition is the key of recovery الشوك الموت يعني الموت الا شويه الشوك is death minus 5 minutes تعريفا بالتعريفات الادبيه الشوك هو death minus 5 minutes يعني لو تنطق على ما تضحك على بدي يروح اوكي ليش انت بلا ما يتحمل هارت ما يتحمل 5 minutes انه هو دي او 2 ماكو فاذا early recognition is the key of recovery وليس recovery اوكي اوكي memory مو memory horizon مو horizon يلا بعد هسه واضحه لحد الان؟
نجي على الفيزيولوجي دي مهم مع المول نقدر ناخذ تفاصيل فيزيولوجية. طبعا نعرف على ان السال is the basic unit of life. هي هي وحدة الحياة الحقيقية. بس الحياة يعني تسمى كله وحياتنا كلها. بس الميتابوليزم والفيزيولوجي والاناتومي كله هو السال. Our representative is the cell. The cell is the basic unit of life. Cells get energy needed to stay alive. وراها شنو by reacting oxygen with the fuel glucose هتشيتان بس حتى نتأكد هو موجود هنا. No oxygen, no energy, no life, no life, no other. يلا طيب ال causes of الكرش راح يشوت من الضحك. ايش دي او 2 اس؟ اولا البنك الهارت. انت شو تريد؟ تريد توصل البلاد اللي يحتوي على المحتويات الاكسجين والنيوتن فلاتي توصل الى كابيتال شو تريد؟ لبن من اللي يدفع الهارت مو؟ من اللي الطب في يدي راح يسوي شوك. فأول وحدة بامب هذا الهارت البديع إنها لا تعمل أبصار ولكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الصدور مو هذا قلوب قلوب الصدور يعني الروح واحد بيشوف عينه شوف قلبه من المرات أبوا عليك ما أشوفك أو أشوفك ما أبوا عليك وراها يعني الهارت بتضخ البلاد وين يروح بالتيوبس تمام ولا بالتيوبس اذا كان بي اكستراكشر او بلوك ما يوصل البلاد للمكان اللي ذا الكابيلاري فاذا واحده من اسباب الفيلير اوف دي او 2 يعني يقل اكستراكشر او بلاد سبلاي فور تيوب يعني هذا ما بيجي لكن الارتريال طايحه اول اوكي هذا السبب الثاني هذا طبعا ينبني عليها اسباب اخرى بس الجوهر الموضوع انه البامب ازدهار الناقل هو شنو بلاد فيسلز وبعدين الثالثه شنو الثالثه بلاد والارتريات تشتغل بلاد اذا البلاد فوليوم مهم ولا اذا فارغ الارتريات ولا هارت يضخ اذا الفوليوم اوف ذا اوف ذا بلاد از امبورتنت شنو in the capillary supply of oxygen and the nutrients. هسه عرفنا المواضيع المهمة جدا في أسباب الشوك هو البمب والبسل and the volume of the blood. نجي ست أربع الأمس كيو تجي على الشوك هي على هاي المرحلة تعبان عمو؟ لا لا والله اعطيك رخصه بقلب ابيض اذا تريد تطلع لا لا العكس واذا ما تريد تطلع يطبق طوبك نعسان نعسان يلا نجي على stages of shock مراحل الشوك انت 3 stages اول واحدة compensated الحقيقة هي كتبوها compensated هي الصفة compensated مثل تقول delicate compensated اوكي deliberation يعني تعمد انا تتعمد في شغلات deliberately يعني بقصد يعني on purpose فأقول deliberate behavior يعني تصرف متعمد مقصود فكذلك هو لازم يقولون compensate you know compensate shock أو compensated يعني نفس المعنى بس الأصح هو compensate أكثر بلاغة من compensated يعني شنو معنى compensated أنا عندي ولد وأموري المادية كل زينة طبعا إذا فايدة اليومية مع الطير تيشي الهوى هاي بدي أمشي الطفل صغير بدنا نفل بداية فيش أمشي وقعت لك وكان وقعت بلوعة واحد فقط شوك فهذا يسوي لك بابا تدعي لها تبي وأحبه بابا ولا تبالك وقع منك خمسة خمسة
بدا مو خمس حلقه على البيت الدعم شو التعويض حسب الامكانيه مالتي او جزء اعطي اكثر زين وهذاك كومبنسيت يعني حوضت عن الفقدان. فاذا احنا بنثبت الشغلات معينه نسوي لنا الشوب يعني هارت ريجولرلي يضخ 70 الى 75 الى 80 الى حتى 90 نورمالي هارت بيت تشق 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 يضخ سيستري ويضخ بلاد. من شاف القضيه انه البلاد اللي يجي مو الكميه المطلوبه فاذا خلال دقيقه هو 74 ضربه يعطي مثلا 6000 الى المنطقه الفلانيه قلل البلاد فقد واحد نزل فقد هذا يعرف يفتهم راح يصير شوك فشي يسوي 120 الضربة على بعض هذا كومبنسيشن وهذا أهم كومبنسيشن حقيقة بالشوك أنه الهارت ريت تزيد حتى الهارت يقول لك أنا خلال دقيقة لازم أجي يعني ما في واحد يقوم يقول لك باوع خلال دقيقة لازم الجسم طلاب بالكذا إذا على كيف فاهي مثل ما بتعمل في الأيام العادية لا زاد العدد لازم يركب الكوفي وتسع الأسئلة بسرعة مو مثلا زاد الضغط قللت حتى الاجكشن على ويوصل للمكان الابعد فهذا انا ذا كومبنسيشن بالهذا احنا مو قلنا الهارت بامب الهارت التصرف البامب انه يصير الريت ما تعدل تصرف الفيسلز يصير بيها ماسك كونستركشن حتى شنو حتى البلاد من يطلع من الهارت يطلع مثل ما خلص معك حصوده يروح اسرع بسرعه للتشيو اوكي فهذه البصل والكابيلري الكابيلري يفتح المخصص عالي عامل حتى الانترفيوجن اوكي فكل واحد يشتغل حتى يعوض النقطه اللي صارت بالشوك فذيس از هذه الامور كلها وحتى البلاد بريشر بالبدايه البلاد بريشر يصعد بالبدايه ديو تو فازو كونستركشن صعد فازو كونستركشن صعد الضغط بس صعد الضغط البريكابيلاري اعطي الضغط مالته صار اكثر برفيوجن بقى وياي ذاك الادرار يمشي الشغلات الاخرى الفانكشن اللي تعتمد على الكابيلاري تمشي لانه الارتيريال سايد اوف ذا كابيلاري ستيل ذير بريشر سبب هايبرتنشن لذلك احنا نجي والله دكتور قلت له والله شفت هذا شو اسمه المقيمه شيء دكتور زين البلاد بريشر عالي البلاد بريشر مالته مو قلت له بعد ربع ساعه لا سنة يهبط لان الكومبنسيشن ما يبقى الى ابد الابدين ف هذا ذيس از ذا كومبنسيشن عرفت شو الكومبنسيشن يعني الاجراءات اللي اتخذها البودي اثناء فتره الشوك حتى يحافظ على الحياه لحين ما تتدخل الطبابه في او اي واحد في هذا السيتويشن. فذيس از ذا كومبنسيتد شوك هو مشوك معناه انه فاقد ربطتين ثلاثه من الدم لكن الهارت ريت عاليه البلد بريشر عالي الادرار موجود كومبنسيتد لكن هو مشوك بتعوفه بعدين ترتاح يفضل. لذلك كل خطوة ثانية وإذا أفناء هذا المريض وما سوينا على كل شيء يتحول إلى المرحلة الثانية اللي هي decompensated shock بمعنى شنو؟ الهارت تضعف البلس يضعف الإدرار يقل مو عكس الحكي قبل شوي
لكن نوت ريفرسبل. هذا تقدر تتلاعب له، لكن تجي تشكل بنت تلقى غير شكل يعني. بنات كيف المريض شفت البشر مالته عالي والادرار عنده والبلس مالته، هو اهم شيء البلس اللي يراويك على المريض مشوك البلس مالته والبشر. لذلك ان البشر مو مهم بالشوك كلش بالتعريف، لكن المهم شيء انه انت من البرفيوجن يقل. واحدة من الاشياء اللي تلاحظها بالمشوك انه السكين كلها كابيلاريز، يصير كولد سكين. كابيلاريز شو خلي حرارة ما تجي من كفر فما هو اللي مشوك برق بارد ثلج يبي بارد. البنت تعرفي ما تتقل رستنس نفس راح يموت شعور نتيجة كابيلاريز برين. فاكتب يقوم يعيط ويصيح يصير بتجهال يتخبر يفقد عقله. استاذ جامعي وهذا شو ويعيط ويصيح بتجهال مو بدي ما عم بدي يحس نفسه لأن كابيلاريز برين راحت فرفيش ما تقل أكسجين نفس البرين صار مو هو زعطط ويحشو الحاشي ما مطلوب والله لا عندي ما مش في وقت شو قضية. فذلك السكين العلاقة الباس العلاقة بنشوف الإدرار ماكو أوكي سواتين سواتين يصير كل شيء سواتين كل شيء عادي. كلام جهاد أنت بيش اسمه دي أبلده جاتي السواتين بعد دي ثلج يتحرك ويتحرك ويحوص ومو قاعد مو راكب مو ثقيل يعني هو يصير بالشوك كان عاطل مو ثقيل ومرتب مثل كذا نصوره مدرسه استاذ جامعي مرتب يحوص ويقطع شيء يقطع المغذيات اذا ما عاد وصلت الى درجه ديكومبنسيت. اذا كومبنسيت لا ما يحس بعد بس من وصلت ديكومبنسيت التركيب وراها طبعا الستيج الثالثه وخف الله عليكم اذا عفتوا الريفرس والشوك يعني دث ماشي بسوي كلا راحت برين راح فقد الوعي كل شيء يشتغل معه عزرائيل شو وقت اوكي ليش باش تخلي بيض يوصل الى ريفرس وشو اوكي. هذا هاي الثري مين ستيجز كومبنسيت الشوك دي كومبنسيت ايش شنو الكومبنسيت الشوك؟ اول واحده البودي ستيل كومبنسيت فور فلويد اور بلاد لوس. يعني شنو معناها؟ واحد فقد بلاد شلون يعوض الجسم؟ الاشياء المهمه اللي تحافظ على حياتك هي البرين اول واحد والهارت والباقي كله يعني بالنسبه لحياتك. فوين اكو بلاد مثلا بالباول ستمك لارج باول سمول باول كوم بلاد هناك ما له علاقه بالوتر بس قبل فتره طويله قل الدم فيصير المنطقه هاي يسموها سبلانكنيك اريا سبلانكنيك اريا صار ماخذيها بالاناتومي سبلانكنيك فيسلز مو ماخذيها ولا لا؟ سبلانكنيك بلاد فيسلز يعني الجاسترو فيسلز يصير فيها سيفير فازو كونستركشن فالبلد مالتها ينقل وين جنرال سيركيليشن يصعد الضغط وياي بس هي الشوك الامعاء والمعده يضبط الضغط بها والدم مالتها بس مو مهمه من يصلح كل شيء يرجع لها يا بس العيرين البلد مالتك يا ايها سبلاكتك اريا الحين ما ننقذ الحياه البرين مهم والهارت مهم فهي اول تعويض الفلويد. بعد وحده بعد كونستركشن ان جنرال في كل مكانات بالرجل وبالفيد وبالعالم هم يكن والجسم يركض على ان يعوض الفلويد الاوزنج فلويد فلويد الاكسترا سيلولر فلويد الاكسترا سيلولر فلويد هذا كلها تعوض لك البلاد وهذا ضمن الكومبنسيتد ميكانيزم اللي تخليك تخلي المريض عايش الحين ما تتدخل انت كطبيب وتقدر حياته. فاذا البادي ستيل كومبنسيتس شنو؟ فور فلويد اور بلاد لوس. البلس ريت هاي حكيناها انكريزز حتى شنو؟ حتى يعوض بالسرعه يعوض الكميه المطلوبه دي او 2 يوصل التشو الى دي او 2 بسرعه الضخ. فالبلس لذلك اهل الجسم رابد بلس من علامات الشوك سمعوني باباتي اهم نقطه بالشوك هو الرابد بلس هذا ام سي كيو ابد المريض اذا بالكومبنسيت اذا تحس البلس مالته عالي
ماكو واحد يشوك الفص مالته واطي الا بواصل النهايه. اول ما المريض يشوك الفص مالته عالي 120 130 140 شق 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 البلط بشر مالته تقريبا 130 140 ما له علاقه بالبلط بشر. فص مالته عالي اليورين مهم يقل اليورين. اذا هو مثلا شو عمليه خاطر كاستر هذا كان انت تشوفه يوميا بنشوك اليورين كان صار اوريدي اوريدي والارتابلتي مريض ارتابل كولد سكين سواتين هذا اللي كلش مهم. البلس سترينج مو بس الريت، الريت يعني السرعه مالته عدد النبضات، الريت الزيت تعطي له تاكيكارديا، لكن البلس سترينج ديكريزز يطلع ويك يعني نورمالي البلس انت بتخليها سهل دخل اذا يحط بلس مالتي حس فقط هي انا مرات والله العظيم اعرف مرضاي يعني بشيكه الضغط مالته حتى ضحكوا ذاك اليوم قاعدين بالمطبخ قال ماشي يمكن انا ما حسيت بشيء ما شيء فاضي انت ما بتشوف جهاز الضغط مالته خذ تشيك هو بهذا الالكتروني بس من نوعيه زينه جابت لي بنتي جهاز ضغط انا بديت اني احط مرات كثرته 130 140 على 9 طلع قلت لها اتوقع فيني طبيعي تسعه قلت لها بابا اتوقع ضغطي 130 ونص او 140 على 9 طلع 140 قلت لها بابا شنو؟ مرة شيء جربت بعد ما بدي أعرف أفراده قلت له ضغطك 9 على 6 جاي يطلع 9 على 6 مرتي قالت على علاقة شو ضغطك شيء ضغطك قلت لها ضغطك 13 على 6 على 8 13 على 8 والله والله ما دخل عليك ما بدي قصدي شنو؟ قوة وشدة ضربة يعني أهل الهايبر تنشن بدي لك على البارس مارتة الكي ضربة قوية ضربة من يقول الدكتور على الضغط وضغط يوصل 12 من الفوائد الله الله قبل شيء اتشيك طبعا ايش وضغط 13 19 20 لكن من يجيني والله عندي الكلور ضغط احس نفسي ضغط عالي فوائد وهاي الباقه صارت وياي حجي شو اسمه؟ نوريه تشيك الضغط والله 12 على 8 ويعيد الضغط ماخذ ادويه فقصدي سترينث اوف ذا أو الامباكت أو البلس بدك تنفشل عليه من لذلك بالشوك نتيجة فقدان البوليوم البلس يقل صح رابد لكن السترينك مالته والضربة مالته البلسيشن مالته ويك يسموه ثريدي ثريدي يعني خيطي يعني كأنما خيط بدها تلمه بالأبرم يعني مو غوني مو حبل اوكي ثريدي لكن سهل يفحص فاذا علامات الكمبرسيون الشوك يفحص ضغط على اساس يعرف طبعا اضافه الى الضغط الحصول ساعتين احنا الله يخليكم باباتي البالا السوتنج ريستلسنس الكولدنس والبالس ريت عاليه والبلد بشر مو بالضروره يكون باباتي والجسمنت والبالس ويك فهي هاي هو اللي قاعد تعرف diaporotic skin diaporosis يعني تعرف معين excessive sweating okay والanxiety قلق يعني حتى لو شخصية مقتربة قلق خاف يحس نفسه راح يموت سعته يعني feeling of impending death يعني مقبل على الموت يحسه فيها ما أعرف feeling the doom يعني يحس نفسه راح يروح للآخر إيه anxiety ورستلسنس وكومبتتفنس يو شد ويقطع اللي يجي واحد يقول له مثلا ما يضربه هذا يتحرك وايضا يحس بالعطش في الغدد السوائل وبدنا فلويد راح ينقل من الاكسترا فاسكولار الى الانترنس كوي او كومبنسيشن فراس الانسان هي بس يحس بالعطش مي طولي مي طولي مي والله حياه طولي مي يا ما طولي مي اول طبعا شو طولي مي انا مش مشوك والبلط شرعت عالي ويكنس ما يبيح اللي يتحرك مش يقوم يتحرك شويه جرى ما يشيل اللي يبصره وشو له و جرى هواء عميق زين شبك واحنا قلنا الكابتن اللي هو بالفيروس ولا الشهاده دي حتى يعوض شلون الهارت زاد شلون الهارت زيد الريت حتى يعوض شنو يعوض البلد سبلاي الاكسجين شو يتعوض يتعوض الرئه الرئه شو يصير يصير ايه هنجر عباره جوعان هواء يعني انت مش احتياج ما تحسين التنفس مالتك من البدايه مرات يعني لكن اذا شوف من جوعان هواء
حتى يعوض ياخذ كميه اكثر من الاكسجين مثل الهارت يضرب الهارت ريت مالته حتى يعوض الاكسجين. والى هنا نجي على نهايه برنامجنا على امل لقائكم الحلقه القادمه ان شاء الله. واللي عنده سؤال يسال. والله واضح الحش واضح ان شاء الله. انتم اذا افتهمتوا هذا الحش باقي المحاضره والله العظيم سهل. بس مع ذلك هنكمل ان شاء الله. من عنده سؤال؟ دكتور شو يعني؟